الجمهورية التونسية. مستمعينا الكرام، أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. في متابعة لوضعية الحاشيش التونسيين، وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج تؤكد أن البعثة القنصلية بجدة تقوم بالتنسيق مع البعثة الصحية التونسية بزيارة ميدانية لعدد من المستشفيات بمنطقة مكة المكرمة لحصر عدد المقيمين والتائهين من الحاشيش التونسيين. 59072 تلميذا يجتازون بداية من يوم غد الخميس الاختبارات الكتابية لمناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية السيزيام، وتبلغ طاقة الاستيعاب بالمدارس الإعدادية النموذجية لهذه السنة الدراسية 3850 مقعدا موزعة على مختلف الإعداديات النموذجية في مختلف جهات البلاد، حسب ما أكده المكلف بالإعلام بوزارة التربية منذر عافي خلال تدخله في برنامج يوم سعيد. مثول رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي أمام القضاء للاستماع لها بشأن ثلاث قضايا تحقيقية وقضية استئنافية. ووفق عضو هيئة الدفاع على موسي كريم كريفة، تتعلق القضية الأولى بشكاية التي تقدمت بها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ضدها على معنى الفصل 24 من المرسوم عدد 54، فيما تتعلق القضيتان الثالثة والرابعة بشكاية تقدم بها الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، بينما تتعلق القضية الاستئنافية بتسليط خطية مالية قيمتها 5000 دينار من أجل خرق الصمت الانتخابي. في الشأن الفلسطيني، وفي اليوم 57 بعد 200 من العدوان على قطاع غزة، قوات الاحتلال الصهيوني تكثف قصفها على رفح في جنوب القطاع وتستهدف خيام النازحين في منطقة المواصي غربية المدينة، وتتوغل في شمال النصيرات في القطاع الأوسط وسط قصف مدفعي وجوي عنيف ما أدى إلى استشهاد 18 فلسطينيا وإصابة العشرات. مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة يحذر من تعرض مئات آلاف الفلسطينيين في شمال القطاع للعطش نتيجة اشتداد أزمة نقص المياه الصالحة للشرب بعد تدمير جيش الاحتلال محطات تحلية المياه والأبار في المنطقة، إضافة إلى عدم توفر الوقود اللازم لتشغيل مضخات المياه. وعلى الجبهة اللبنانية، حزب الله اللبناني يعلن ارتقاء أحد مقاتليه إثر قصف صهيوني على جنوب لبنان صباح اليوم. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء. الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة.